جلسة مشاورات سياسية اليوم لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي سام كوتيسا بالقاهرة. ترقب في لبنان لإعلان النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية منذ 9 سنوات، وداخلية تعلن أن نسبة المشاركة تجاوزت 49%. عقب أدائه اليمين الدستوري رئيسا لروسيا لولاية رابعة، بوتين يتعهد باحترام حقوق وحريات المواطنين والدفاع عن سيادة البلاد. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة قناة النيل الأخبار، أهلا بكم. تفاصيل الأنباء، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمين عام منظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولو ليكشفيلي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد على الأهمية التي توليها مصر لقطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري، كما أكد على تطلع مصر لتعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية بما يدعم القطاع السياحي المصري. ومن جهته أيضا أشار أمين عام منظمة السياحة العالمية إلى الحرص على تعزيز قدرة مصر على إعادة تأهيل القطاع السياحي ووضع خطط تعاون مشترك تسمح بضخ موارد وخبرات من منظمة السياحة للقطاع السياحي. يعقد اليوم وزير الخارجية سامح شكري جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا. من المقرر أن تتركز هذه المشاورات على سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر وأوغندا في شتى المجالات، إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك. ويعقب هذه المشاورات عقد الجلسة الختامية للجنة المشتركة بين مصر وأوغندا برئاسة وزيري الخارجية اللذين يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما. والمزيد من المتابعة وتحليل تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشؤون الإفريقية. دكتورة هبة، بعد التحية، أهمية زيارة وزير الخارجية الأوغندي وما ستناوله من مشاورات ربما ومباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري، وفي أي إطار تضع العلاقات المصرية الأوغندية؟ أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك يا فندم. الحقيقة طبعا يعني أوغندا هي إحدى دول التحالف المصري الإفريقي، هذا البناء الفكري والمؤسسي الذي بدأت تتخذه مصر في علاقاتها الخارجية مع الدول الإفريقية. طبعا أوغندا بتأتي على رأس هذه الدول، وهناك تفاهمات عديدة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. بنجد هذه التفاهمات في عدد من القضايا الإقليمية، منها وعلى رأسها قضية المصالحة في جنوب السودان، في دولة جنوب السودان التي تبنتها مصر، وتم إعداد باقي اللقاءات بين قادة الحركة الشعبية في أوغندا بإشراف أوغندي وبدعم مصري. طبعا باقي القضايا المتعلقة بمنطقة الإيجاد وشرق إفريقيا، هناك تعاون مصري أوغندي على مستويات عدة، منها طبعا قضية سد النهضة، منها عدد من القضايا الإقليمية الخاصة بحوض النيل، ومسألة التفاهمات المتعلقة بتفعيل مفهوم التنمية المستدامة وتفعيل النمو الاقتصادي في بلدان القارة الإفريقية. طبعا بتصور أن هذا التوجه المصري سيأتي بنتائج كبيرة على المستوى الخارجي، وبتصور أيضا أن السياسة دوما تأتي قبل الاقتصاد في الدول الإفريقية، فإذا ما كونت مصر هذا الحلف السياسي بشكل أو بآخر، بتصور أن القادم هو تفعيل للدور المصري وإعادة مصر مرة أخرى إلى مكانتها في الدول الإفريقية. أشكرك جزيل الشكر دكتورة هبة البشبيشي الخبيرة في الشأن الإفريقي، شكرا جزيلا لك. وأيضا مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من قصر التحرير زميلة أمل صبري. أمل، هل لك أن تطلعينا بشكل أكثر حول تفاصيل الاجتماعات؟
وجلسة المشاورات السياسية التي تمت بين وزير الخارجية قناة النيل الأخبار. بدأ منذ قليل اللقاء الذي يجمع بين وزير الخارجية السيد سامح شكري ونظيرية الأوغندية في جلسة مباحثات ثنائية بدأت منذ قليل في مقر قصر التحرير أو مقر وزارة الخارجية القديم. هذا اللقاء الذي يجمع بين وزيري الخارجية يأتي في إطار المباحثات بين البلدين، ومن المتوقع أن يتم بحث كيفية دعم وتطوير سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما التجارية والاستثمارية منها. عقب هذه الجولة من المباحثات سيعقد مؤتمر صحفي هنا بقصر التحرير للإعلان عن أبرز ما جاء خلال هذه الجولة من المباحثات. بعد ظهر اليوم أيضا سيتم عقد جولة مشاورات بين الوزيرين في إطار اللجنة الثنائية المشتركة بين مصر وأوغندا. نعم، بشكر جزيل الشكر زميلة أمل صبري مراسلة النيل الأخبار مباشرة من قصر التحرير، حيث المشاورات السياسية التي تتم بين وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التزام الحكومة بالاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي باعتبارها المسار الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك في كلمة إسماعيل بالأمس خلال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل الذي يقام بتنظيم مشترك من البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، وذلك بهدف استعراض التجارب الاقتصادية الناجحة. لقد تمكنت مصر أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين. يرى العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات من خلال إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم تدعمه إرادة سياسية واعية طموحة. جاء ذلك خلال كلمة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل. والمؤتمر في مجموعة كبيرة جدا من الخبراء والاقتصاديين وبعض المسؤولين في يعني عدد من الدول اتكلموا على تجاربهم فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، وطبعا ده احنا بنستفيد به لانه في هذه التجارب هناك نجاحات وهناك اخفاقات، فاحنا بنتعلم من النجاحات والاخفاقات. لكن المؤتمر مهم جدا، حضور النائب الاول لرئيس صندوق النقد لهذا المؤتمر يعني شيء جيد وبيدي أهمية لي. هذا وقد جاءت تصريحات الدكتور طارق عامر رئيس البنك المركزي أنه تم تخصيص نسبة من القروض التي يمنحها القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض الأحيان منفردا مع القطاع المصرفي، وفي أحيان كثيرة بالتعاون اللصيق مع الحكومة المصرية والوزارات المعنية من أجل تحقيق النهوض بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع الشمول المالي كفكر متكامل لتحقيق وصول النقد لكافة مستويات المجتمع بأسلوب رشيد. وعلى هامش المؤتمر جاءت تصريحات رئيس الوزراء تؤكد أن الحكومة لا تتوقف عن الاستمرار في الإصلاح مع مراعاة النتائج الإيجابية دفعة للاستمرار والنهوض بالاقتصاد الوطني. احنا في 2014 تحدثنا عن إصلاح دعم الطاقة وقلنا أن احنا خلال فترة زمنية يجب أن احنا نرفع أكبر قدر ممكن من دعم الطاقة سواء في الكهرباء أو في المحروقات، وإحنا بننفذ هذه الخطة وبننفذها يعني بشكل مخطط ولم نأتي بجديد. يعني ما حدث مثلا من زيادة في الأسعار في العام الماضي ده ضمن المخطط ضمن الخطة وضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي. هذا وأكد رئيس الوزراء أن هناك جهودا كبيرة في مجال شراكة القطاع الخاص من أجل نموه بدرجة كبيرة، حيث أنه يمثل 40% من منظومة الاقتصاد المصري. محاولة الوصول إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل في مصر عن طريق الدروس المستفادة من استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي في الدول المختلفة أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها على أرض الواقع. من مقر انعقاد المؤتمر، أحمد أبو الحسن، النيل. شدد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على أن القوات المسلحة تعاهد الله أن تظل بعطاء وتضحيات رجالها وفية للأمانة المقدسة التي كلفها الشعب بها
وهي الدفاع عن الوطن والزود عن مصالحه العليا. جاءت تصريحات وزير الدفاع في كلمته خلال مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد. شهد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2018. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل. ونقل الفريق أول صدق صبحي تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أدوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة، وأشاد بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة الصعاب والتحديات، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء. حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم. يلقي اليوم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين محاضرة بمركز المؤتمرات الدولي بسلطنة بروناي تحت عنوان تحديات الأمة الإسلامية في مواجهة الإرهاب، وذلك بحضور جميع وزراء الحكومة ونوابهم. كان الطيب قد التقى بالأمس قادة المؤسسات الدينية والقضائية في سلطنة بروناي، وأبدى فضيلة الإمام الأكبر سعادته بأن خريجي الأزهر يتقلدون العديد من المناصب المهمة في مختلف الوزارات والهيئات في بروناي، مؤكدا استعداد الأزهر لدعم تعليم اللغة العربية في البلاد وإفاد مبعوثين من الأزهر لأداء هذه المهمة واستقبال أئمة وقضاة بروناي للتدريب في الأزهر الشريف. وافق مجلس النواب في جلسته بالأمس برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. يهدف هذا المشروع إلى تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في المجال بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة. طفرة كبيرة في مجال التكنولوجيا حدثت في السنوات الماضية، استخدام الهواتف الذكية في العديد من المجالات. ربما هذا ما دعا الحكومة لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب يقضي بتنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات. هذا القانون لتقنين وضع قائم فعلا، الناس دي بتشتغل بقى لها أكتر من 3 سنين والدولة ما لم تستفيد أبدا من هذه الخدمة المقام. حقيقة هذه الخدمة في منتهى الأهمية بالنسبة لقطاع وزارة النقل، لأنه هيحقق موضوع مهم جدا اللي هو التكامل بين وسائط النقل. يعني النهاردة هذه المسارات اللي بيخدمها هذه الشركات بيتم ربطها مع محطات سكة الحديد، هيتم ربطها مع محطات مترو الأنفاق، هيتم ربطها مع شركات النقل الجماعي الكبيرة زي شركة مواصلات مصر، هيؤدي إلى تحقيق الخطة الشاملة لوزارة النقل اللي هي خاصة بتكامل وسائط النقل. وهذا المشروع بيساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل خدمات للنقل، وده كمان هيدي فرصة للمنافسة وفرصة ان المواطن المصري والأسرة المصرية دايما بتتحصل على أفضل الخدمات. مناقشات أعضاء البرلمان أكدت أن مشروع القانون فرصة للمنافسة التي تنتهي إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن. القانون بيشمل حاجات كتيرة جدا بتساعد الشباب وبتساعد الشركات الصغيرة، وهتساعد شركات كتيرة من الشباب إن احنا ندعمها وتقدر إن هي تخش في هذا المجال.
الحاجة التانية المهمة، احنا بقالنا فترة محتاجين نقنن ما هو في السوق الغير رسمي يخش في السوق الرسمي، وده احد الوسائل الاساسية اللي احنا دايما بندفع في هذا الاتجاه. القانون انا بوافق عليه من حيث المبدأ. بشكر لجنة النقل والمواصلات وكل اللجان المعدة من الانتهاء من هذا القانون لخدمة النقل البري للركاب بنظام التكنولوجيا. بشكر معالي الوزير، ومن حيث المبدأ بوافق على مشروع القانون. أولا من حيث المبدأ أوافق على هذا المشروع، لأنه الحقيقة بيعالج مشكلة من المشكلات اللي بيعاني منها الاقتصاد القومي، وهو عدم وجود بعض القطاعات منضمة أو أنها تكون مشاركة في الاقتصاد الرسمي المصري. هذا وقد تم الإشارة خلال الجلسة أن مشروع القانون يحقق التكامل بين وسائل النقل من خلال توحيد المسارات التي تخدمها الشركات عبر ربط تلك الخدمة مع السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الجماعي الأخرى. توفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، تشجيع الاستثمار في مجال النقل، المساهمة في محاربة البطالة، أهداف سعى مجلس النواب لتحقيقها من خلال تقنين استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال النقل البري، والذي يضمن للدولة مستحقاتها الضريبية ويسهل عليها مراقبة حسن أداء هذه المنظومة. من مقر مجلس النواب، عمرو عبد العزيز، النيل. يشيع ظهر اليوم جثمان خالد محي الدين عضو مجلس قيادة ثورة عام 52 مؤسس حزب التجمع في جنازة عسكرية بمسجد المشير بحضور قيادات حزب التجمع وأسرته، ثم ينتقل الجثمان بعد ذلك إلى مسقط رأسه بقفر شكر ليواري الثرى هناك. كان محي الدين قد توفي بالأمس بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 95 عاما، وقد نعت رئاسة الجمهورية الفقيد كما نعاه رئيس الوزراء وعدد كبير من الشخصيات العامة والأحزاب المصرية. يترقب اللبنانيون خلال ساعات صدور نتائج أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ 9 سنوات. أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، حيث بلغت 29.20% مقارنة مع 54%، وذلك في انتخابات عام 2009. إقبال ضعيف على أول انتخابات تشريعية في لبنان منذ نحو عقد، يوم انتخابات طويل شهده لبنان لاختيار برلمان جديد للمرة الأولى منذ ما يزيد على 9 سنوات. يبدو أن إقبال الناخب اللبناني لم يلبي طموحات الأحزاب السياسية تمهيدا لاستحقاق من شأنه أن يكرس التوافق الهش بين القوى السياسية التقليدية. مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 7 مساء وسط توقعات بمشاركة متدنية، على عكس ما كان مرتقبا في بلد لم يشهد انتخابات نيابية منذ عام 2009. المحللون السياسيون يتوقعون أن يكون حزب الله المستفيد الأكبر من نتائج الانتخابات والتي تجرى وفق قانون جديد يقوم على النظام النسبية، ما دفع غالبية القوى السياسية إلى نسج تحالفات خاصة بكل دائرة انتخابية بهدف تحقيق مكاسب أكبر. صناديق الاقتراع شهدت فقط زخما في الساعة الأخيرة، حيث اضطر وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى إعلان استمرار عمل مراكز الاقتراع والتي كانت لا تزال تشهد تواجد ناخبين في ساحاتها عند انتهاء موعد الاقتراع في 7 مساء، فيما بدأت مراكز أخرى عملية الفرز الأولى يدويا على أن تعقبها أخرى إلكترونية. تجرى الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2009 بعدما مدد البرلمان الحالي ولايته لثلاث مرات متتالية بذريعة الانقسامات السياسية والمخاطر الأمنية على خلفية نزاع سوريا. يبلغ عدد الناخبين المدرجين على القوائم أكثر من 3.7 ملايين شخص، ويتنافس 597 مرشحا من بينهم 86 سيدة للوصول إلى البرلمان. وتظهر اللوائح التي تخوض الانتخابات زوال التحالفات التقليدية التي
سيطرت على الساحة السياسية منذ عام 2005 بسبب الانقسام بين فريقي الثامن من آذار، والذي يعد حزب الله المدعوم من إيران هو أبرز أركانه، ورابع عشر من آذار بقيادة رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة الحالية سعد الحريري. ودفع قانون الانتخاب الجديد غالبية القوى السياسية إلى نسج تحالفات خاصة بكل دائرة انتخابية حتى بين الخصوم بهدف تحقيق مكاسب أكبر، وفي معظم الأحيان لا تجمع بين أعضاء اللائحة الواحدة برامج مشتركة أو رؤية سياسية واحدة، إنما مصالح آنية انتخابية، الأمر الذي أثار انتقادات شريحة واسعة من الناخبين. متابعة، ينضم إلينا من بيروت السيد سركيس أبو زيد المحلل السياسي. سيد سركيس، بعد التحية، كيف تقرأ الأجواء الآن بشكل خاص أن اللبنانيين يترقبون إعلان نتائج أول انتخابات برلمانية بتشهدها البلاد منذ وقت بعيد، منذ 9 سنوات تحديدا؟ بداية يعني صباح الخير لك وللمشاهدين. طبعا بالنتيجة حصلت الانتخابات وكانت بطريقة سلمية بشكل عام، بينما كان البعض كان يتخوف من حصول بعض الاضطرابات، ولكن كان الوضع الأمني مستقر بشكل معين باستثناء بعض المشاكل والخروقات. ولكن بشكل عام تسجل نوع من نسبة المقتنعين كانت متدنية نسبة لآخر دورة منذ 9 سنوات، تسجل 49% من الناخبين، بينما من 9 سنوات كانت النسبة 54%، مع العلم أن قانون النسبية يشجع الناس على الاقتراع، وهذا دليل بأن هناك نقمة شعبية واسعة ضد هذا القانون وضد هذه الطبقة السياسية التي لم تقدم برامج سياسية مقنعة تشد الناس، والناس عبرت عن نقمتها أما بعدم المشاركة أو بانتخاب ورقة بيضاء. كان هناك نسبة عالية جدا من الأشخاص الذين انتخبوا بورقة بيضاء، بالإضافة أن البعض عبر عن رفضه لهذا الوضع من خلال دعم لوائح المجتمع المدني. إذن هناك نقمة على القانون وعلى الطبقة السياسية وعلى الصيغ والتحالفات التي حصلت، ولكن بشكل عام يعني هذه الانتخابات أدت إلى نتائج شبيهة بما سبقها باستثناء بعض التعديلات، حيث حل الأبناء محل الآباء ببعض الأماكن، أو حل بعض الأشخاص من حزب معين ولكن أبطل كما هم. ولكن يعني التكتلات حافظت على أحجامها مع نسب متفاوتة، مما يشير بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحالف سياسي من القوى الرئيسية التي شكلت التسوية الرئاسية. لذلك أعتقد الآن مطلوب من هذه القوى أن تجري نوع من النقد الذاتي لتجربتها لنتائج الانتخابات من أجل استخلاص العبر والدروس، من أجل صياغة أسلوب حكم في البلد حتى يتفادى لبنان مخاطر الإفلاس الاقتصادي من جهة، ولمواجهة التحديات الخارجية من جهة أخرى، وألا سوف يذهب البلد إلى أزمة نظام لا أحد يعرف عقباها. أشكرك جزيل شكر سيد سركيس على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
في تونس أعلن حزب النهضة تصدره لنتائج أول انتخابات المجالس البلدية منذ عام ثورة عام 2011 متقدما على منافسه حزب نداء تونس والذي حل ثانيا وفقا للنتائج الأولية. شهدت هذه الانتخابات نسبة إقبال ضعيفة وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت نحو 34%. طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية صائب عرقات جميع ممثلي الدول بما فيهم أعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية بمقاطعة حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس. قال عرقات إن المشاركة في حفل الافتتاح تضفي الشرعية على قرار غير شرعي وغير قانوني وتعزز الصمت على سياسات الاحتلال، واصفا مشاركة أي دولة في هذا الحفل بالشريكة في جريمة انتهاك حق الشعب الفلسطيني. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية المقررة في 12 من مايو الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الحملات الدعائية للمرشحين في البلاد وسط تحديات كبيرة، خاصة في الموصل التي تحررت من قبضة التنظيم الإرهابي الصيف الماضي. قبل أيام من انطلاق الانتخابات التشريعية في العراق، تتواصل الحملات الدعائية للمرشحين في الموصل ثاني أكبر مدن البلاد بعد تحريرها الصيف الماضي من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. أنقاض المباني المدمرة ما زالت تغطي مساحات واسعة من المدينة التي تعاني كذلك من نقص مياه الشرب والكهرباء التي تأتي بشكل أساسي من المولدات التي تملأ ضوضاؤها أنحاء المدينة. لذا تصدرت قضيتا إعادة الإعمار وضعف الخدمات أولويات الناخبين. نحن نريد يعني ماي كهرب. المسؤولين يزورنا تشوف أهل البيوت مضروبة، العوائل. يعني سعنا والدي شهيد، كثير شهداء راحت بسبب الحرب وسبب داعش. نحن نريد يعني المسؤولين قدم لنا دعم تدعمنا بماي بكهرب. وخلال جولة لإحدى مرشحات قائمة الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم أحزابا شيعية كبيرة وعددا من السياسيين السنة، أبدى الناخبون استياءهم من السياسيين الذين قالوا إنهم يستمعون لهم فقط قبل الانتخابات. الناخبة أكدت للمواطنين أن إحدى القضايا التي تخوض من أجلها الانتخابات هي تعويض الأشخاص الذين فقدوا منازلهم جراء الحرب العام الماضي والتي كانت الحكومة قد وعدت بها، ولكن لم يحصل أي شخص على هذه التعويضات حتى الآن. ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات النيابية في 12 من مايو الجاري بمختلف المحافظات العراقية، وتسبقها بيومين انتخابات تقام للجاليات العراقية في الخارج. ويبقى التحدي الأكبر أمام هذه الانتخابات هي نسبة الإقبال على التصويت، إذ لا يزال معدل التسجيل منخفضا ولم يتمكن العديد من النازحين من العودة بسبب الدمار ونقص الخدمات. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين الدستورية باحترام حقوق وحريات المواطنين والدفاع عن سيادة البلاد. أدى بوتين اليمين الدستورية رئيسا لروسيا لولاية رابعة تستمر 6 أيام حتى عام 2024، وأقيم حفل تنصيب الضخم في القصر الكبير بالكرملين بحضور أعضاء مجلسي البرلمان الروسي ومسؤولي البلاد. وقام رئيس المحكمة الدستورية بتسليم بوتين رمز سلطة الدولة وأعلن عن توليه لهذا المنصب. كرئيس لروسيا الاتحادية أقسم أن أحترم وأحمي حقوق وحريات الشعب والمواطنين، وأن ألتزم وأحمي دستور البلاد، وأدافع عن سيادة واستقلال وأمن وسلامة الدولة، وأن أخدم الشعب بإخلاص. يمثل فلاديمير بوتين رمزا لعودة روسيا بقوة إلى الساحة الدولية، ولكن في ظل توتر غير مسبوق مع الغرب. كان بوتين الضابط السابق في جهاز الاستخبارات السوفيتي، قد وصل إلى رئاسة في عام 2000 في بلد تفتقد فيه السلطة إلى الاستقرار، وبالإضافة أيضا إلى اقتصادها المنهار. بعد أكثر من 18 عاما في الحكم، يمثل فلاديمير بوتين رمزا لعودة روسيا بقوة إلى الساحة الدولية، وإن تزامن ذلك مع توتر غير مسبوق مع الغرب.
بوتين نجح في الاحتفاظ بمفاتيح الكريملين حتى عام 2024 بعد حصوله على 76.67% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 18 من مارس الماضي. تقلد بوتين الرئاسة عام 2000 في بلد تفتقد فيه السلطة إلى الاستقرار ويعاني من اقتصاد منهار، ويرى كثيرون في بوتين رجل الاستقرار والرخاء الجديد بفضل العائدات النفطية الوفيرة. على الساحة الدولية عمل الرجل الذي وصف تفكك الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين، عمل على إعادة نفوذ روسيا في العالم بعدما تدهور مع سقوط الاتحاد السوفيتي وسنوات الفوضى في عهد بوريس يلتسن. ولتحقيق ذلك يتبع الرئيس الروسي أسلوب الكفاح الدؤوب والثابت بحثا عن مؤشرات ضعف لدى خصومه. وفي العام الماضي قدم بوتين نفسه على أنه الزعيم الذي سيعيد مجد روسيا العظمى بضمه شبه جزيرة القرم الأوكرانية، مما عزز من نفوذه ومكانته في الداخل، وإن كان ذلك قد أثار أزمة دبلوماسية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الباردة بين روسيا والغرب. ولضخ الدماء في شرايين اقتصاد البلاد المنهك، تحرك بوتين بسرعة لضبط رجال الأعمال المقربين من السلطة الذين حققوا ثروات طائلة في ظل عمليات الخصخصة المشبوهة التي جرت في التسعينيات. وفي عام 2008 عاد بوتين بالكريملين إلى رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف لأربع سنوات، عملا بالدستور الذي لم يكن يسمح له سوى بولايتين رئاسيتين متتاليتين، وتولى بدوره رئاسة الحكومة. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل الاقتصادي. الإمارات تنفي في بيان لها وجود أي مطامع لها في أي جزء من اليمن الشقيق، وتؤكد أن وجودها العسكري يهدف لدعم الشرعية في البلاد. مشاورات سياسية اليوم لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي سام كوتيسا بالقاهرة. ترقب في لبنان لإعلان النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية منذ 9 سنوات، والداخلية تعلن أن نسبة المشاركة تجاوزت 49%. عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا لروسيا لولاية رابعة، بوتين يتعهد باحترام حقوق وحريات المواطنين والدفاع عن سيادة البلاد. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. نتابع أهم أخبار الاقتصاد مع زميل حسام الدين عاطف. تفضل حسام. شكرا لك ريهام وشكرا لك يا أمل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها التموين تؤكد توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء فهمي بأنه تم صرف أكثر من 35% من المقررات التموينية للمستفيدين عن شهر مايو الحالي. وأضاف فهمي أن الشركة وفرت كميات كبيرة من السلع الغذائية وتتيحها للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من نظيراتها في الأسواق مع حلول شهر رمضان من خلال المنافذ التابعة لها أو من خلال مشاركتها في معارض سوبر ماركت أهل رمضان والتي تقام بجميع المحافظات. يفتتح وزير التموين على المصلحي ومحافظ مطروح منطقة لوجستية لبيع الخضروات والفاكهة، كما يتم افتتاح منفذ لطرح السلع الغذائية ومنتجات شهر رمضان بسعر الجملة. بدأت بعثة تجارية تضم 12 شركة من مختلف قطاعات الصناعات الغذائية المصرية
بدأت زيارة إلى البرازيل، وأشار المجلس التصديري للسلع الغذائية إلى أن الزيارة تأتي في إطار سعيه لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الميركسور التي تم تفعيلها خلال شهر ديسمبر من 2017 بين الجانب المصري ودول الميركسور، والتي تضم في عضويتها كل من البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي. أكد وزير الإسكان مصطفى مدبولي وجود إقبال كبير على شراء كراسات الشروط لحجز 30,145 قطعة أرض سكنية تطرحها الوزارة لمختلف شرائح الدخل، اجتماعي ومتميز وأكثر تميزا، بنظام القرعة العلنية وبمساحات مختلفة تتراوح بين 209 إلى 1500 متر مربع. أشار الوزير إلى أنه تم بيع 7,434 كراسة شروط في أول 3 أيام لسحب الكراسات، مشيرا إلى استمرار بيع الكراسات خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا حتى يوم الخميس الموافق 28 من يونيو المقبل. وإلى البورصة المصرية التي سجلت مؤشراتها تراجعات جماعية خلال التعاملات اليوم. تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليصل إلى 983.9 مليار جنيه. بحث وزير الزراعة عبد المنعم البنا مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي سيمبيجا فينسنت تكثيف سبل التعاون في المجالات المتعلقة بالزراعة بين الجانبين، وناقش الجانبان الإجراءات الخاصة بإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة لمصر بأوغندا تساهم في نقل الخبرة المصرية في الإنتاج النباتي إليها من خلال الأصناف المستنبطة حديثا من المحاصيل المختلفة وخاصة الاستراتيجية منها. توجه وزير الاتصالات ياسر القاضي إلى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في القمة الرابعة لتحول إفريقيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه القمة تعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو تحت شعار الإسراع نحو السوق الإفريقية الرقمية الموحدة بحضور العديد من رؤساء جمهوريات وحكومات الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أكثر من 4,000 مشارك من الوزراء المعنيين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقارة السمراء. ومشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية، وعودة جديدة إلى ريهام وأمل، تفضل. شكرا حسام. عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عن استغرابها للبيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن داغر الذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بجزيرة سقطري اليمنية. استهدنت الوزارة في بيان لها إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت الواقع الحالي بصلة ولا يوصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه. وأكد البيان أن الوجود العسكري الإماراتي في كافة المحافظات اليمنية المحررة يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مشددا على عدم وجود أي مطامع لدولة الإمارات في اليمن الشقيق أو أي جزء منه. أعلن التحالف العربي اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين جديدين أطلقهما المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب المملكة. وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إلى أن الصاروخين أطلقا من محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، وكان يستهدفان المناطق المدنية والآهلة بالسكان، ولكن تم اعتراضهما من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. أضاف المالكي أن هذا العمل العدائي يثبت استمرار تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي المسلحة بقدرات نوعية. دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون واشنطن إلى عدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وأضاف جونسون أيضا في مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز أن هذا الاتفاق منع حدوث سباق تسلح نووي
وسط الحروب الأهلية والصراعات الداخلية الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وكتب جونسون هذا المقال خلال زيارته الحالية إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل مهلة تنقضي في 12 من مايو ليقرر بعدها ترامب ما إذا كان سيواصل دعم الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران أم سينسحب منه. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل الرياضية. مبادرة سعودية لتعزيز الأنشطة الترفيهية وتطوير النظم الصحية والرياضية والتعليمية بتكلفة تبلغ 50 مليار ريال. شكرا لك إيمان. تعتزم المملكة العربية السعودية إنفاق 50 مليار ريال في مبادرة لتعزيز الأنشطة الترفيهية وتطوير النظم الصحية والرياضية والتعليمية بحلول عام 2020. هذه المبادرة تأتي ضمن حملة دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأطلق عليها جودة الحياة والتي تهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل. مبادرة لتعزيز الأنشطة الترفيهية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية تطلقها السعودية بتكلفة 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 في إطار حملة تحديث شاملة يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. البرنامج الذي أطلقت عليه تسمية جودة الحياة من شأنه خلق 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، معظمها سيكون تحت سلطة الهيئة العامة للرياضة حسب ما يقول رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب. المبادرة هذه تكلفتها الإجمالية 50 مليار ريال الإنفاق، راح يكون الإنفاق الحكومي بحدود 60% و40% من القطاع الخاص. المملكة شهدت الكثير من التغيرات في الأشهر الأخيرة، حيث أقيمت حفلات موسيقية وافتتحت دور للعرض السينمائي. في خطوات لاقت ترحابا وحفاوة في المملكة. وقد خلقت العادات الاجتماعية الصارمة والتطور السريع في المملكة بلدا يعني من قيمة المجتمع، لكن فرص التجمعات العامة نادرة كما ترتفع معدلات السمنة. وجاء وقت العودة للوطن، ومن أهم الأشياء اللي كنت خايفة أني أفقدها الرياضة اللي تعلقت فيها وأصبحت جزء مني واللي كبرت وأنا أشوفها في الأولمبيات من بيتنا بالتلفاز. كان في الهاجس والقلق، هل سأستطيع ممارسة الرياضة في بلدي؟ أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه تحدث عن قائمة تشمل حدائق مائية وثلاثة ملاهٍ ومتاحف والمزيد من دور السينما كمشروعات في إطار المبادرة، والتي هي في حد ذاتها جزء من خطط التحول الوطني التي تضم مئات الخطوات لتحديث الاقتصاد وتطوير المجتمع بحلول عام 2020. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. جلسة مشاورة سياسية بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأوغندي سام كوتاسا بالقاهرة. ترقب في لبنان لإعلان النتائج النهائية لأول انتخابات برلمانية منذ 9 سنوات، والداخلية تعلن أن نسبة المشاركة تجاوزت 49%. عقب أدائه اليمين الدستوري رئيسا لروسيا لولاية رابعة، بوتين يتعهد باحترام حقوق وحريات المواطنين والدفاع عن سيادة البلاد. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة، شكرا لكم وإلى لقاء جديد.